إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أحبائي في الله، أخواتي في العقيدة، ودرسيتي كتاب كيني لما يعضحي تنبيهات على أحكام تخص بالمؤمنات العلامة الشيخ محمد صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. درسي قدام بيي يكي كسيه الرييبة وحانو كغسو هذا اللي باب هان مركي لقاها الليو الباب الثالث وانا باب كصدحات وي باب كصدحات درسي قدام بيكي كوري وحان كغا هذا اللي عادة يديق الدمركة قيبت اللو يقان حيضك درسي قدام بيي وحانو كغا هذا اللي موضوع اللو يقانو الاستحاضة وأحكامها دبر فرنكا هي أحكام تكسو أرورت باب كان يعاون قبل قبين دونا هدي الله أود لو أقل هذا تبارك وتعالى وحان لي ذا النفاس وأحكامه وديق اللو يقانو ديق دلمضة ديق اللو يقانو شرعنا وحو يقانا نفاس وديق أموليتك إيا أحكامتي كسو أرورتي أيو عاوة درسي إنو كسو أبسيه بإذن الله تبارك جل وعلا مؤلف كو حوليه النفاس هو الدم الذي ينزل من الرحم للولادة وبعد الولادة ليقن أن عاوة كهض الله إنو النفاس كاللو يقانو أما إنكو ديك أموليت كأنو دهنو وديك بويري شيخو لغة أهان مركي لغاها اللي شرعي أهان وديك كسو دقا أما كيما دا من الرحم رحم كأيو كيما دا للولادة لأجل الولادة للمدراد بونا أيما دا إذن وديق للصعدة للمضة مجعي سنة نفاس أيال ليلة هذا مرك ولادة أو للمضة إيا للمضة وحي كسي الدنبية هرتديق يما دبا نفاس ليلة هذا تعاريف هذا فربضن بي علومات أشيغان لكن الله أعلم تعريفك إيا قيحيد أغفي عني ومدا مؤلف كدورتي حفظه الله شيخ حيري وهو بقية الدم وديقي ديق النفاسك وديقي كسو هريب إليه حملك ديقي أحبسي المحتبس أو المحتبس لو حري أما حرمي وقت الحمل في الرحم وقت أورك أي قبضوا لهاي ديقك ميلكو قنتمي أو كحرمي أو رحمك كحرمي أيال لي لهذا نفاسك فإن ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا هذا بها وين إذي هذي أمشو ديقي وحوسو الدقية ترتيب ترتيب أي أسود دقي مدد وقاضنا ينا
ودروس نص وسعته عاون كو قادم دون هدي ألا يلاهدو. إذا أنت محاد كيف فهمتي؟ ديك لو يقان نفاسكو وديك دالمدا ديك لو يقان وانا ديك حب اسمي او حركا نقضي او قنتما نقضي رحم كنا اما رحم كنا كن نقضي قنتما هاوين ايدو مركي داشانا ترتيب ترتيب اسودك شيخ وحليه حفظه الله وما تراه قبل الولادة من خروج الدم مع أمارة الولادة فهو النفاس وقيده الفقهاء بيومين أو ثلاثة قبل الولادة وحيق صوم قبلها وينك صوماليذو أيدهان فولتشبو أيدهان أو قبل دالمدى إذا كهر مثلا مالين يلبا مالموت بيها إيا وحا إيمانا ينا وحا يرعسيه النفاسك أو قبل مرة دوشين كيدي دمادو أما وقت كيدي أو دمادو حسا يشا فوشي أي باللوضو أو مركا أي قبل وحيالك يمادان أما ديك ير أما بيو بدن إي أي كي يمادان قبل الصلاة دي ويكتة غيسا أو صومك ويكتة غيسا أو حالة دي وحي قشي أمشي بي قشي أيضو نشي بي لحقمت صدرات البو شيخ يلي رحمه الله عربي إرهاسات بلغو يلي هذا لكن صومالي ده وينك صومالي ده فلتشبو إيو حبي دهان وما تراه قبل الولادة قبل وحي أركي سؤر لاليد كهورا أو من خروج الدم ليك صوبحي مع أمارة الولادة أمارة وعلامة أيضا لصعته علامة كتسينة يقبلو إنه يفولانا يسو أو أي داري دونتو ليك النوع عاسة أما بيها النوع عاسة إعطال مدى كوريا مالين إيا لبان مالموت فهو نفاس قبل دي أيضا نشبه مرك الله حقون تهي حقون كي قف أمورا بيقاذانا يسا يعني ولذلك أبو مؤلف كوحي رحمه الله وقيده الفقهاء بيومين أو ثلاثة أيام قبل الولادة علمذو وحي كل بحرين علمذو وحي إلى هذين محال إلى هذا أي كل بحرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وحي إلى هذين مال أما اللبن مع الموت وحي كهر يوي يعني يوم أو يومين لكن لمرة بين يدي شري تبن بريئيو وحلم إذا إنو عذري هاي بالغيابة وقيد الفقهاء وقيده الفقهاء بيومين او ثلاثه او ثلاثه قبل الولاده شيخ حير حفظه الله والغالب ان بدايته تكون مع الولاده حير هوانك سيدي ابديهين اي غالب كا باللو ديقاسي تكون مع الولاده يعني ديقا انت بدن ديقا صحراء انت بدن المضو لب الله ذابي ولا يا ما هوانك قيبك كم اذا انو اللبن مع الماضي يصدح مع الماضي وكسو صعده وروا انو كله لكن اغلبك اي سيدي هوانك ابدن يهين بوكيري ان بدايته تكون مع مع الولاده المضى ايو لصعد ديقو انت بدن وحاو الشيخ يري او قضب كهذه دوناي يا والمعتبر ولادة ما تبين فيه خلق الإنسان للمضى إيو وحي كالوء لقصو قادو إنو بني آدم أشيه قضب كالقوني بان هوس بان كالهذي دونا مركا انجادني وحورة بشيخ نوكو دو هوانكا مركي وقت جيدو ودما دو سقال بلوغة مارين إيا لبان ما الموت إيا صدح ما الموت هوانكا كهر وحباكا إيمانكا رقيبكا هوانكا قاركو لكن انت بدن ديقو وحو لبي لو ذا ديقو دالمضى سيدو او كالي هوان ايذا دعيصي اي المها او كسور دعي بني هدي المها كسور دعي او بني آدم سورة ذي ليه او المقدم ما يستيران او يهي ولو يهيب النف كوچيريني اساقنا وحالاقا سو قادة يا قبادة اينا يتاي قباد امو الفريسانيس
قال وكشي دونا هدي علي الى وقت الى فاهين دونا كذب مؤلف كحيري رحمه الله واقل مده يتبين فيها خلق الانسان وقدر كاده يعني مده اوغير اقفكو المها يري اورك كجيره لغو غران كرو انو انسان يهي مخلوق لا ابوريا 81 يوم و وحاوي واكو يو سيديتن مالموت يعني والله بلود يلا باتنبري يعني 81 يوما هذا والله بلود يلا باتنبري وار انت النفط لغو افو فقرو واغلبها 3 أشهر رمي بصدح بلود ومضغة يا علقة صدح لي افر سومر راحيش سومرين مقرن حديث عبد الله بن مسعود يا قران كبدي سورة المؤمنون ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر سورة المؤمنون بقال لنا وشي أفرتم كورئنا النطفة ثم علقة ثم مضغة حديث عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في خلق أمه أو في بطن أمه 40 نطفة ثم علقة ثم مضغة أحاديث شيخ تلمامية مركب بقول إيا لما يتم بريئه أو لما بلود إيا لما يتم بريئه صدق طوانك كرانا كدر هذا دونتو أذوق صدح بلود ilmuhu haduu 3 bilood uurka ku jiro waa ilmo la abuuray oo dhammaystiran oo abuurkiisu u dhammaystiran yahay waliba nafi way ku jirtaa hadiisa uu soo dhaco asagoo nafi ku jirto dhammaystiran haweenaydaasi maxay haweenaydaasi dhiig umuleed bay u fariisanaysaa xataa asagoo meyd haduu soo dhaco haweenayda dhiig umuleed bay u fariisan فإذا سقط منها شيء قبل هذه المدة وشيخه يعني هدي مدة أن شغني أو 81 يوما أو لا ربي لوضي إلا ما تم بريئة هدي كير المي وكسر لعبو كير شيخه وحصل معه دم أمرك هوان إذي أولي كي ما داي فإنها لا تلتفت إليه وحبدا كما جليس ولا تدع الصلاة قبضا الصلاة كما تجيسو والصيام ولا تدع الصيام صانكنا من أجله ديجا درادي وكما تجيسو صلاتي نوغتي نوام حي لأنه دم فاسد ونزيف فيكون حكمها حكم الاستحاضة وديك فاسد ديك سبب كي مدماها خاص وديكي آن شاقني قبضا الشيطان كو لاتك كل نفتي أوكلة مستحاضة دي درسي يورو كل أبو أوكلة بي قبضو حكم كذا قادة نيسا لكن قبضو مفريسا نيسا ومدى نيسو ليق أمولاد بان أفرديا وحانو مالين يا مسألة شيخو إنو نوفا فاهيي وأن أوغا إنتا كبضنا إنا يفافاهم بضن حق فوق هذا قديما وحديثا وحي كدهين لكن شيخو إنو سوق أروريي أو سو خلاسيي أو أقواش علوم هذا يسكت سو حوريي أياد مودة خلاصة ذو محيطة يا مرك خلاصة ذو محيطة هاي خلاصة ذو محيطة هاي سيدة غالب كأ ليقو حلب باللوضة نرشد المهر كوري وامت والمشن كي سيد الماضي أو سجال كي بلاد ما يست وحسين الشيخ النوغو ضرور رأيي هدي هوين ذي المه أو أن وقت يسيد جار أي صاتورت هدي 81 يوما لرب بلاد يلا بتنبري إلى 3 أشهر أو 3 أشهر صدح بلاد هذو المو كسر رعه ويعكر والمرد ما يستيرن ألك حكم بأنه وشره قدال بك كيري دونا أو أه هذا المصدح بلاد جاري
أما لبا بلود إيو لبا تنبري جاري ما لصو توري كرا هدي لصو تورسي قفك صو توري دم بيجيبو هليا حكمك قتل النفس بغير حق نف حق در اللقود دي لي ما نقونا يا ما كدن بيري هاي ما سبنانتا هاي حالض هاي سبنانتا هاي إنا الجبردو إلما إسكا صو توري كرتو هديس اللو أقلاضي محال لوغو أقلاضي هديس اللو ديدي محاس اللوغو ديدي هديس إسكات صوتورتو المكير لباب بلود إيو محالي لباتن بري دم مكد وينيهي المها لباب بلود إيو لباتن بري كوين أريما نو عصو كلاة أوردان أه قدال بايدي كشيدونا هدي اللي يلاهدو لكن هدي آذي لصعلا لأن باب كان باب حساسي أه وآذي آذ مهيمو أه أنا كو قرع سنة هاي سؤال بدن علوم هذا إلا قوي ديو مارك أيضو علمي أهانا إنا دعاوة أقاذتان ووح هذه آذو ونكسره كوا إلهي وكو أنفعو الله نقدر تبارك وتعالى وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان وامحي واحد وثمانون يوما كوب يسديت المالمون وأغلبها ثلاثة أشهر صدح بلوض بها دون ترميستره الما كامل ودم ما يستيران أو أما نفلقو أبوري أما يالقو أبورين با أو ميد إله وطلقالو لكن وقتك النفط واقاري شيخ مركو حيري رحمه الله حفظه الله فإذا سقط منها شيء قبل هذه المدة وحصل معه دم هذه اللباب بلود يلما تنبري كير وإلمه قبل كسو نعوه وإلمه صوداته أو مركا وديجي ما دو المو مركا وبحكدي يعني أرنت هسي قبل داسي نك أو مرد جيسو دنا كمالة ديج دلمان وفديارا مرد هايسو ولذلك الصلاة دي كم تجيسو أو صان كي أرنك درادي أوجد تجي ميسو بل مستحاضة حكم كذي أم بي مركا اللي آدي سه وحاسو هري مردان ديجي سو جرني مرة دي أنو صاغرني وقت قوليكو باللوضة مرة دي أنو صاغرني المها لباب بلود يا لباتن كير هدو صادعو إنان دي قاسي إنان هوانكو أمول أفدين كبادن أي أمول تهي وحاربنا إنان دو ميقا أوغو بادن شيخة كجوابه وحوي لي وأكثر مدتي النفاس في الغالب يعني هوان إذا ما يقي أفرقه يسادي قد المضى وحجر السيدة هوانك أبديهين 40 يوما أفرتن بريوي أنك اللفت يضو صومالي ذا الرقي يضو مربع وحانو استعمال الله حقن كشيخ أشيري انت بضن أو حاننا هبلا يا أفرتن كذي كتيرته أو معنى هذا أي تهي أرنتني أنت أغبب ضد مرك أفرتك وكرجوا ابتداء من الولادة لقبل الله بس عضي الشيء أو قبلها بيومين أو ثلاثة أما اللبن مع الموت مع المذكور أما صدح مع الموت بكسر باللو أفرتني لا يسكن نغضاوي ما بعافي كرتا جبرد أفرتن ما كيران كرتا كيران كرتا جبرد أفرتن وأنو إيمان دون تأدي اللي يلا هذا هذي قبل أفرتن كير لي جو أو إيا هذي وأفرتن كبتو قبل ده حيون كذا محون قنايا لكن مركه ورد دليل بو شيخه كاري أرد له كتاب جايزته لحديث أم السلمة رضي الله تعالى عنها قبل ده اللي هذا أم السلمة هيوين كيم بكوتش تايو والزوجات النبي محمد قبل صلى الله عليه وسلم قبر كمدة أم السلمة وحيث كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وحيث الهوان كان نراء أم له وحي فريسان شرين أو أي صلاة كفريسان شرين أو أي صون كفريسان شرين وإنه إيمان دونتا وحيالا حرام تكأهورنا أي كفري سنشرين وقت غير نبي محمد صلى الله عليه وسلم 40 يوما بيتري أفرتم مع الموت رواه الترمذي وغيره
حديث كان وحكم الرفع بوليه هذو الصحابة أيضا هذو كانت النفساء ساسي أهانجرا على عهد رسول الله أما الصحابة يقول هذا كنا على عهد رسول الله أو نفعل على عهد رسول الله أو نأكل على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث كاسي حكم الرفع بالليل هذا يعني حديث مرفوع أوي علم المصطلح أنا اللي قد دراسية ساد رده مصطلح وحيلا ذهي هوانكي وقتي نبيك تشوغي صلى الله عليه وسلم أفرتن مع الموت بيفردين تشيرين مركاسه الشيخ وحوي الترمذي وأجمع على ذلك العلم الشيخ عدايا شيخ فوزان وأجمع على ذلك أهل العلم كما حكاه الترمذي وغيره علماء المسلمين تنساس كو إجماع إنت وضب ضوي إني أفرتم بري أي تهي إنت هوين إذو للمدى أفر ليسو سلا الترمذي إيا غير كيف أشيغي وعليجري والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومنهم فلان وفلان ترمذي وقابك وحو قروي شيخ وحيري سؤال بروا مركا الشيخ إنو نوغ الجواب سؤال شيرو نوغ الجواب ومعي هاي هوانكو إنت أبضان أي أفر ديان ديك دالمضو وإنت وحيري وأفرت ومسلم أنا حديث كذب يكون كبتي لما سؤال أطبع أنه هذا مرك هذه أي كيرا تكور أفرتا إيه هذه كبضت شيخ أنه قد جوابه يحفظه الله وحيري ومتى طهرت قبل الأربعين بأن انقطع عنها خروج الدم فإنها تغتسل وتصلي فلا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده بيه وعير مؤلفك رحمه الله أفرت كير هذي قبل يكون طاهر نقطه صدر بري لباتن بري تبن بري شم بري لببري هل مال فيري مجة أبو يربي ديجر مجة مجة محلوة ذا وهل مرء وحدك صدهوي أيام مجة لها مركا قبل الأربعين أذوق إنت دون تكدك هل مالين كدك إيا أفرتنك إنتو دحيس صدن لباتن طبان شن هل مالين كدك هذا دون تو مركا ساود الشبا ليقى يري صور راعينو كيستها كدك خلاص حيكو لشيخو ومتى طهورت قبل الأربعين هوين إذو هداي طاهر نقطة أفرتن بري كهر marka tusaalo ku sii wuxuu yiri waaba inuu dhigi ka go'ay gabadhii gabadhii wuu dhigi ka go'ay khuruju damba ba go'ay wuu istaagay fa innaha taghtasilu wa tusalli gabadhaasi way qabaysan wayna tukan wayna soomidi haday rabto oo markaas suurtagal u tahay inay soonto oo ilmaha marka loo baqayn adu wixii xaraamta ka ahaade حلال بي النقل لماذا شيخ الله هل كلمة عجيبة بكوشة فلا حد لأقله بكوشة ليك اللو يقان ليك دالمضى وحلا ليك رو انت سا اوهير متشرو مجة با اوهير باكوير مجة مجة رو وحل مرصوبعة سيدي قف بيكو هاي محالي لذا بي افكا كبو سيدي هل مرمركو تفقو كلا يا مجة اللي لذا يعني هواني إذا مركز ساودا شيء يعني هل مربوطيك صوب حيواني استاغي مركز مجدا صوويا بنان توالا شيغي لكن انت صوويا لغمدهم كو سؤال شيخ مركز وانو قد جوابي وحوكو يلي هذه أفرتا كير أي قبضو ديقو كغبو ولذلك أرنتا إنا قبضو كبر يا رغان وان شعلان الله أربعين بيس كبرتين قبضو هبلاي أفرتا كي كجلتا وحلقة يا بواه ربا إنه باص كي قللي أو مكان كي قللي أو دي كي بكجو أي بلقة يا با أيادنا ماشر إلى هذا هاي أفرتن كي بنكجرا أركارين تحكانت هذا اللي سجرسيو أحكانت الدمر كواين واحد بدن لجوس العليو الدمر كله جوس العليو
عجلدها لغا دوبي حضراتك اي كدوبين دوب علومادو دمرك يقان احكانتا خاصك ادي اهد متغانا دمرك اولا هلان او موضوع عقاب علمي اددك انبدا لغو العليو والله انت هذا اللبضة امرك غارقود وقتي نكون ما الا هيدين وقيل وقال ابدا يا اسلام با ما سيرتو للا غورسدي وحايدين كلا وناغسان وقتينا ان ان بدن كو بحسان عبادته سيده كو انسخ لهيد او لوغ سو علعليو وانو غدك قاركود waxay dhahayaan sheekhu markii masir laga hadlo qolku guuxsama ahkaanta markii laga hadlana waa laga daata wixii daata ya ku dirsaday adigu waxa daadanaya ku dirsaday horta sida daraadeed ahkaantan aad ha lagu soo celceliyo cajaladaha iyo mawaadiicda laga duubay dadka jahliga ha looga saaro waayo hal qof oo jahliga ka baxa ayaa ilaahay agtiisa kaaga fadli badan hadal badan ood akhriday waa baraarujin iyo tawjiihaad weye intaa darsiga ka mid maaha marka sheekhu taa waa nooga jawaabaha ku baraarugeen inuu 40 ka yar caadadu gabadhay caadayaan dhihina dhiig dhalmadu kaaga go'i karto su'aashii kale ii soo hadhay فإن تمت الأربعون ولم ينقطع عنها خروج الدم أفرتك دماتي ليجينا واسعدا أفرتك وي دماتي ليجينا واسعدا ما حال الله سمينا يا وحال الله سمينا يا شيخ محيري الأربعون ولم ينقطع عنها خروج الدم هل كان آدو في رسالة مركة آدي لقيسة وحير يعني دقيسي خاصة أبو باناي إلا دقيستو أو دقيسي خاصة واما قبدي أفرتن كمركو أي قادي أي ديقي وليسي السعداء فإن سادف عادة حيضها هدو ديقي وليسي السعداء ديقا يعني ذي كي اللو بنا ديقي عادة للنوعية وديق مدو وديق بدن وديق كلل وديك أدق وديك سولة عادة لسان كسو تلماني وي ملك لها كجينين هذا بقى أفرتن كي مركي دماتي هدو ديكي سي سعدو هدي ديكا وقت و أفرتن كي كسو آدو وقت كي عادة كو قولي عجبتي وما يبشع الربين هذي دقي ستان سي خاصة مثلا كما سوقات بل والبتدوبة بري هري عادد كوغولي عجرت ديشن كوذي دبا أفرتن كي كوغول نمات لكن ديدي وا سعودة ها سعودة ايه وحاتا قاني بل والبتدوبة هري أما طوانك هري إني عادد كوغولي عجرت ها دبابا عادة أهم بعد أنيوني سامرك لماذا؟ لأن وقتك عادد إي أفرتن كي بأسكسو هلاقي إذن طوان بري أو كلات سوغيسا سبب تدوس ويسو طبانك بريء دنبا وامحي لأن عاددي وقت قاذيبا لتشوغا ديك نواسو على إذن وعادوي لما ديك لما كلا قران هيئه واسكو النوعه وقت يقول لي عيشرين وان لقاريئه لكن أفرتك وإي دماتي صوماها هدبا طبان بريء أما تدبا بريء بان ديب أغو دريا فإن صادف عادة عادة حيضيها فهو حي انت واد قرتين بان امالينا يا افرتك مركو دماضي افرتك بري مركا اي دماضي او انو ديقو اقاقو ان سوغي اي ايابا ديقو يثج ثج وحوبا باللابي وبرق شهر لانو صوداتو هدي وقتي قاسي اي كو ادنت هاي وقتي اني اي عايد يقول لي اجرتي وحان لينا هاي وعاد ايان لينا وإن لم يسادف عادة الحيض هدو وقتي عادة وقت آن أهين تسالة طبان كده أو بيشة شنية طبان كده عاددنا أي كاقو إيشلتي طبان كبيشة أي أفرتن كي كو إكيت مركاسو ديجينا هريبو أسي السعداء واستمر هريبو السعداء أو مقو إن وقتينا وقتي عادة ماءها إذن قبل ناسي نبر فرم بيع استعمالي صح وحنو مرينيا ودروس أدو كلا بحسن
قفك إلهي في أمسيه أو قلبك يس إلهي أفره والدروس أسكوب لحشرين أو كلا جوج أنا وكلا بعصمي أرك آد أحكامته الله إلى عليه هذا يكسر هذا التوقيت عادنا وعادو هذا يكسر هذا ويدا أفرتن ككسي بدتو هذا مالي يلا بلا جماعة الله يو لا صعو ويا مالي يلا بي يصدق يلا جماعة الله يو وحي بسيس سعودي وحدو استعمالي سائني تهاي مستحاضة صدرت الصلاة من الكبت جيسد سون كده كبت جيسد هذا سومي كرتو حقوق ذي اللي قولها ودرنا وبنائك أنك هذه بسيني صح وبعد الأربعين وي وإن زاد على الأربعين هذه أربعين كوكسي زيادة مثلا أربعين ك هذا كسي زيادة أيضا وحولي ولم يسادف عادة عادنا أين كو إيمان فمحل خلاف وكلي وبيوم أو يومين ويوحو كربو وإذا زاد عن أربعين بيوم أو يومين هذا مال إيا اللبا مال مود أفرتن كأي كبضته وقت عادنا أين أهين أي ليه ومحل خلاف تيورنا محي أهين هذا وإن لم يسادف عادة الحيض واستمر ولم ينقطع فهو استحاضة تي كسيور اسم حي هاي هدي عاددي مركا صدح قول بطقري ساميشا ميتك كوبادوا محي عاددي وي قوضي محالي أفرتن كبري وي دماتي أفرتن كبري مركي دماتي أيا ديجي بسعرة ديجي هدو كسو هذا وقت عادو كودي اجتوا عادو هادو سن كسو آذين أو اسكسي الصعدة أو استاذي واينا وادبر فوراً هادو اللبان مال ما صدح مال ماض إي أفر مال ماض كودر صدنا علمات ويسكو خلافي الحيوان كي سمحو ياي ما دبر فوراً بالور راعينا يا نسولي أفرتن كي وحر راعي كرا صدح بري أفر بري شن بري وين راعي كرتا انت شيخ مركا إني واضح تارو مالينا يا قلبك مركا أنو كسو تقنو وحشيخ أقد بي حفظه الله الأحكام المتعلقة بالنفاس لقدر ماذا أحكام تلاحريدة وحي الشيخ أحكام النفاس كأحكام الحائض أو الحيض حكم كالنفاسك أو نبر فرنك بحالي لقدر ماذا إيوديق عدد وإسكو حكم أو أمحي كو يحرم وطء النساء قبش يمحل كعادة أما ديجة إن أي حالة ننك يحاس كي سدح مرتا إن أي دعض الله ما أقول وحرام وي سيدة هوين إذا عادة قبتب أي حرام وهيد أي يتن حرام وطا ويباح الاستمتاع الذي دون الوطء لكن وحي محل كديجة كصوهرة سيدة أي قبدا عادة قبتب أو قبنانيد أي مدن دي دلمدا أفر دينا أي أوجو بنان تاي قلب كان هران كسو مرني قلب كلامات يحرم على النفساء أن تصوم أو تصلي أو تطوف بالبيت كالحائض يعني وها حرام كاه وين إذا دي دلمدا أفر دينا إنا الصمت هي إنا يتكتو هي إنا كعبدا طوافتو سيدي قبدي عدد قبتي قلب كصدحات يحرم على النفساء مس المصحف وقراءة القرآن يعني قبلنا وحا حرام كأديك للمضى أفرد كتابك القرآن كإني تابته أما القرآن كإني أقرده شيخ عيلي ما لم تخشى نسيانه كالحائض هدينا كبا قينين إني هلماتو حيقون كان مركان صحيح كسوم مريني من صوت تفصيليني قبلنا عادة قبت القرآن ما أقرين كرتا مسا ما أقرين كرتا هاري وانزو شاكني حكم كي او كلوي قلب كأفراد يجب على النفساء قضاء الصوم الواجب الذي تركته في النفاس كالحائض حوين إذا للمدى أفر إذا وحواجب كوا صوم كي كتك إنت للمدى أفر إذا إلي سوى قضيصو واسيدا قبلنا حائضة أو كلاه قلب كالشناد يجب على النفساء أن تقتسل عند نهاية النفاس قبلنا ديك دلمدى أفر إذا وحواجب كوا
أفرتكم مركو لما ضوء ليكو كجؤ إلي قبيسته كما يجب ذلك على الحائض سيدا قبلنا عادة قبطبة أي محال لي إلى هذا أي قبيسين يسي أدل الذي بمرك الشيخ وحكاقات المامايو والأدلة على ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما حديثك بكانتي حديثك والشيخ كان مر لبات أفرتنا هذين لما أعطينا قبيس بها لقدون إياه ولذلك المجدد ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية في المنتقى الأخبار وحكوله قلت ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى 40 حديثك معنيه سوحا وأم سلمة قبلنا وحال لأمري تري إني أفرتن فلذو أفرتن بريبا لأمري تري مركز لألا يكون الخبر كذبا إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض سوسا وركا بين أن قنين بويري وأيو وحان صورتك أهين إنا إسكو وافقان عصري عصورتك كميدة أما الزمن زمن هذا كميدة هوان كعادة إسكو مد نغلا بقول كيو مد با كيران إيسا مد با أفرتن كسو قار إيسا مارك أفرتن كالإسكو سو علعين يابو الربا إنو كله أم السلامة مرة وحيلة رضي الله عنها كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم هوان كي وقت النبي قيت شو حيائن تقعد في النساء في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس رواه أبو داود هوانكو أفرتم بريبي فلين شرين نبغون الصلاة إلى سوق قضي النفاسك ما أمر جرين إذا هوان إذا عادة قبطه سيدا أن صلاة اللوغر بإن سوق قضي فكذلك هوان إذا للمضى أفر إذن اللقمات دوني إنا يسوق الضيسو ويهوانك النبي صلى الله عليه وسلم إنتي أمولان ويأفرتن بري صلاة كترتو أيان لديه كرين سوق الضيية إنت شيخ مركز تغي أيو فوائد بو شيخ تلمامي فإذنك فإذن كوباد يمد اللبات أيو كو ختم الدوناء فإذنك قاركوب وسوق الأصيرين إن شاء الله شيخ حير فائدة إذا انقطع الدم عن النفساء قبل 40 واغتسلت وصلت وصامت ثم عاد عليها الدم قبل 40 فالصحيح أنه يعتبر نفاسا تجلسه ولا إلى آخره ولا صامته في وقت الطهر المتخلل فهو صحيح لا تقتضيه شيخ حيلة مسألة ربائنا إذن الشيء قبله وأنا مهم قبلها أرين ترى يضع هذو قبل دي دي دل ماذا أفرد دي دي جي كجو 40 كهر أفرتن بري كهر صدم بوك جاي لما تم بوك جاي أو مركا قبل دي أي قبيسته أو أي تكتو أي صنتو كدبنا أي مالنتي كدب إسكو أربت دي جي أو صلاتي قبل 40 أفرتن كي كهر بو دي جي مرة بتكو صلاتي وحجر مسألة خلاف أوياني لكن سيدة صحيحة أنه يعتبر نفاسا تجلسه مردو ليق مرلبة حوق أصول نقضي قبلني صلاة يصوم كي ويتشوتشي نيسا مرلبة بي فريسة نيسا من السوم يسو صلاة دينا ما قضي نيسو صوم كي ندر طبعا ويتشوتشي نيسا سوق وسوق قضي دونتا لكن صلاة دينا ما تكني سي ويتشوتشي نيسا قلب كشيخ محوك وسو خلاسي أو قبلها مسلمات كأوفة إذي وحكى الله لميدا عادة هذي قبلها تبن بري هينجت أو مركو سدح بريها يستاغو أو مركا أي قبيسة انتي ويدو هذا انتي تكتم مالين إلا بان مال مال ودب كي مادو أيضو تقانا إنو تبن بري هاي تبن بري هينجر عادة أولا هاي وحي وحي كسو قاضي سائلي عادتها الى اي تبن كبري اي دمشط شيخ مركم حويري افرتن كي كير بي قبدي دي دلمدي كاغا غاي مركي اي ملها لبي يسدح بري افر بري تشوكتي
لكن أفرتك أن لقارن أيديك مرلا بعض وايكيري شيخ وحيري دي قاسك وحيكسو قادسة دي للمضي بكسو قادسة وهذا هو نقرس مجموع فتاوى الشيخ محمد إبراهيم وفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز محل إذا حاشية قاسم على شرح الزاد الدماء الطبيعية للنساء والفتاوى السعدية كل يعني مسادير تابضن بشيخ وكود دريا قفك الدولية مسألة إنه كسي لرقو فإذا وانقرن فإذا قف قرن مجرى فإذا قف نفت مجرى ليقبا وحو كاقاقو أي أفرتن بريكير كذب هذا قبيستي واتكتي واتصونتي مثلا كذبوا ليق الدب أصون نغضي قبل 40 شيخ وحوليها ليق نلمضي بعد أفريسة بيسا فإذا لماذا الشيخ حويري قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فظهر مما تقدم وحي أن صورنا في نوحان نغم وقنا يولي أن دم النفاس سببه الولادة ليق اللو يقانو ليق نلمضى سبب كي سوام حيوان نلمو وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوي ليق نمر فرن كنا وحال يفهم يا وحاويا ووح عارض أو يمد أو أصل أهين أو عارض أو حرد قو أي أبي أما مرض يوح لمدك وأن دم الحيض هو الدم الأصلي عددنا وديق أصل كأو الله أعلم بولي كتابك اللي هذا إرشاد أولي البصائر والألباب صفحة الله تاني أفر مكسي وقورنا إياه مسألة كلام الشيخ ويلي تناول الحبوب قبل سأي عادة إسكاقية تشوتشيسو أما بيشا ويسو حجية يساية إنت حجك أي قدانا يسو سأينا عادة أقول لعن أما بيشا رمضان سي أصانتو ما استعمالي كرتا كنيني أما داو أي قبل ليقى إسكاقية تشوتشيسو أما أروس بيقال يسايو وحي دوني سأضيقبا وحوها يستاهل بل مركب بيشان يري وكل تشوك انت أرى كدر إلى صعدية وحروف أيدينا يا ضد خاركم يعني وحاويا انت وكل تشوك يا ربطا إنو ما شاء الله وفائدة يستسو أو النقض ماليسي طيب ما بنا انت هاي قبضو إلي حبوب استعمار أما كنيني وح عادة قبضا كدب لغا أما كقلة شيو أما أديدة شيخ حيري لا بأس أن تتناول المرأة وحد ما تأملها قبل إني داود النوع عسى قادته ما يمنع عنها نزول الحيض وحدي إذا قبل إنه لكي ماده إذا كان ذلك لا يضر بصحتها شرط لكن وهدوس عافمات كذا وحبود مين ولذلك قبل بضم بمرك استعمالين أو دلمدي وخاركوز اسكحيرين أو أي متغنى اسكقطبين وأكو عايز يكيساج ويدي أو إكفشن قاركود وكل نقضي أو دبر فرن كل قارك مننا داودي مركز استعمالين ليجي وكجوري قارك مننا داودي مركز استعمالين ليجي ويساج واي قارك مننا داودي مركز استعمالين للمضي باك حرمتي قارك مننا عود الركل وكل كامل وحن كنت تلين لها إلا إسكدة أيو ويو ليجنا وليج الله إذين قرن قبلها ذاتين وحاول شيء كتبه الله على بنات آدم إلهي آدم وحي كفر عببه كو قري حقم ككرة للنقضه مركو يماده يعني رخصة قاطة مركو بحنا اسك عباديست بإذن الله تبارك وتعالى فإذا تناولت وامتنع الحيض عنها هذي قبضني أي عنته كنينجي عدد دي أو مركا عادي كي كور استاكتو فإنها تصوم وتصلي وتطوف ويصح ذلك منها كغيرها من الطهارات صدرت هذا قبلني داودا استعماله عادي أي ماشي كب حضو قبل ظاهرة وحي أب النانا أي أيضا أب النانا أي سلام أنا ومن سلك لوي قشاخ النوف إذا يجري قبل كريني قبل استعمالك أرتا أي عادي ذا كوك لفوي سلايسو لكن إسك إلالي إنه صنيب كوك كينين هذا نيب كون كوك كين يا سمين مسألك حكم الإجهاض المهم لا صوت توري كره مركب كوب القرآن كأب وغالي سورة الأنعام سورة الإسراء سورة وسور بضم بك هذا القرآن كمذا ولا تقتلوا أولادكم يعني عروتينا هاللينينا إذن كو قاتشك عري ولا سوش شيخ ملك الحجري أيتها المسلمة إنك مؤتمنة
شرعا على ما خلق الله في رحمك من الحمل فلا تكتميه قبر يهرت إلهي باكو إلى آمن باتاي أو إلهي باكو أمانة كوديبي أو وحدة اللقو آمني هرت وحا على شاد يرحم كاغا اللقو أبوري هرت هكارنين هكارنين ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله هواك أو مبنانا إني قريان ما خلق الله في أرحامهن وحاو إلهي رحم يضلقو أبوري إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر هديهم كوا إلهي قيام الرميسا سيدوك لي ولا تحتالي على إسقاطه والتخلص منه بأي وسيلة هاو حيال ريسان أو خيانة بدن هسامين سيدي أد إلمه أسو طوري لهي أدن أغا تخلص لهي محايلة فإن الله تبارك وتعالى رخص لك بالإفطار في رمضان إلهي بكو بني رمضان كإن أفرته إذ كان الصوم يشق عليك هذا الصوم كنبي في حالة الحمل أو كان الصوم يضر بحملك يعني هذا كنبي أما الماء الكتر نبي أما أذي كنبي إلهي باب فرصة كسيي وإنما شاع في هذا العصر من عمليات الإجهاض عمل محرم وحي روايه عن دنبي وحيابا صوب حيو الماء إلا صوت ورأة وعمل أن بنانين شيخ مركي وحيي وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح ومات بسبب الإجهاض فإن ذلك يعتبر قتلا للنفس التي حرم الله قتلها بغير حق شيخ حويل هدي لصوت رئيل من نف لغو أفوفي نف هوري ما نصو مري لرب بلودي لبيتنبري أما صدح بلود ماشي أقول دمبيس هدي الماء انتاد لصوت رو ومات بسبب الإجهاض توريد على صوته لسبب كذا وأدنته فإن ذلك يعتبر قتلا للنفس التي حرم الله وحد سوق ليش أما قفك وحسوق لي النف إنو دلي نف الله أمري تبارك وتعالى إن الدين الله الرابي أيد الدين كذا بغير حق إلا قدله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هل كاس سوق ليش ورتب على ذلك أحكام المسؤولية الجنائية أحكامتي حدود الجناية ذبو قفك مضنية يعني حق مسؤولية داسة لو قد بنا يا قفك من حيث وجوب الدية مثلا يعني من حيث وجوب الدية يعني إن الدية كو واجبت على تفصيل في مقدارها يعني أيضا الدية ذو النوعي وباب كلوي ومن حيث وجوب الكفارة يقفك إن الكفارة كواجب يسو عند بعض الأئمة ويعتق رقبة أضمن حرية فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين على كل حال هل كاسي أحكام عجيبة ما كدلتي أحكام تأذية الدولة دا إسلام كما مركا قيمين إن شاء الله وقد سمى بعض علماء هذا العمل عمل كان علماء قاب كوض وحيوكم مقعابين يعني حبل أولين تيارد دوغما تيارد وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت أرنكاس الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في مجموع فتاوي وعقيلي أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز وعقيلي إن المل صوتوره لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك أرك مبنانو ما لم يتحقق موته ما لم يتحقق موته يعني هداينا حقيقة أهين إن المها سمتغانا إغدنتي يعني المها أورك كتشرا وغدنتي خلاص يعني المها سيهدان لحقيق سنين إنو دنتيوي هدين لحقيق سنين إنو دنتي ولا صوت فوري كرابو ربين أقنو لكن المن نول أو علوش كتشرا لما صوتو بكرو لما صوتوريك فإذا تحقق فإذا تحقق يعني دتك هذي حقيق صدان أما الطب أما قفك هذو حقيق صدو ذلك تجازي وبناتي الماء ميد أدي على الكشر لما نعيه ولا صوتوريا وفي مجلس هيئة كبار العلماء أيقرا وحيدهن لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيق جدا وحيدا المؤور كتشرا إلا صوت ورمى بنانو مرحلة كستو ومريو
إلا إن دليل الشرع على قصة توره وأنا أرين آب أير بالين وفي حدود ضيقة جدا. إذا كان الحمل في الطور الأول هذا نطفية وهي مدة الأربعين هذا أفرتا ككهراء كجره وكان في إسقاطه مصلحة شرعية إلا صوت ورنا أي مصلحتها أو دفع ضرر أما قف كم أورك هوانا إذا بعد نبلا قبت بادين إياه جاز إسقاطه إلا صوت ورنا يبنات سكرا نحن الشيخ تفصيل دوناي هدي الماء الله صوت وريو إن نف كبدا نف كلا لقبت بادين إياه أو نم طبيب أما لجنة أطباء أو مسلمين أو لغو كرسوية أي عديان محقق سدب أو عديان هدان المال لصوتور إني هو يدو لمن يسو حرد ولا صوتوريا. أما إسقاطه من هذه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. المي وحلاصو توريا محلصين دونا درت بلاصو توريا مثلا كو يا حقان وحبر الشوق كينيا درت بلاصو توريا مثلا مستقبل كيسا أنوغم مهيو أو مستقبل حقان وكيني أي دوصو توريا مثلا أما أنت إسلام تقول يا لتي أي أضيقي إسلام أنت شرين بوحيدة شرين صدح لن بابا نقول فلان أفرت لن بابا نقول فلان كان أنا لقى تورا ما أمبه هنيني فهذا غير جائز بشيخ يلي وهي نيادا فاسد كاسومارت نيادا فاسد كأبا خلدم سكسا دودوبو شيخ وحوك لو يلي لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة يعني هدو الوحة تاهيري بإيا وحي يليهي وأربعين نظهر وكوتشي لما صوتوري كرو حتى تقرر لجنة طبية انت ساشيغي اني الى اي صو قررت اللجنة عافمات او وليب اللغو كالسوية هاي اني هو يداني خطر اذ اي اذ افربضا اني مركا اي كترتو على كل حال ايها الاخوة وحرجينا يا موضوع عمانت ان لقدر جاي هذا وبالله توفيق وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله والصحابة أجمعين وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.